السلام عليكم، يعطيكم العافية. أحلى شيء لما المهندسين يتحرشون ببعض. شوفوا شوف الفيديو هذا، شوف. طبعا المهندس يتحرش بالثاني، يحاول يطلع اللي عنده وأحسن شيء. شوف كم السرعة، 1 جيج وشوي على شركة زين. طبعا هو دامج أكثر من اشتراك مع بعض، فأعطاه السرعة هذه. زين، هذه من ناحية. وطبعا الأبلود بعدها بعد ممتاز. شوف الأبلود شحالات عنده. زين، نروح حق اس تي سي اللي الكل يشكي منها. طبعا نفس ما قلت لكم، هو دمج شبكات في بعض، عشان كذي قاعد يعطي السرعات هذه. شوفوا شوفوا، على قولة احد المعلقين، اتوقع فيصل صيف او شيء، اللي يقول شوف 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 فشوف السرعات وايد حلوة، وايد ممتازة. طبعا دمج السرعات مع بعض، احنا مثل ما قلنا الدمج حلو، بس حق الجيم شوي حق الجيم يأذيك، بس باللعب او بالش اسمه بداونلود هذا راح يكون عندك وايد ممتاز. على العموم عليكم العافية، ولا تقول الكويت سرعتها مو زينة، كهذه سرعات ال 5G تمام من اروع ما يكون. طبعا الدمج يحتاج الى سيتنج معين، يحتاج برنامج معين، يحتاج الى راوتر معين. يعطيكم العافية.